بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدي الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج فن الكسرة. يسرنا في هذا اللقاء أن نستضيف أحد أعلام شعراء الكسرة في منطقة الحجاز، صاحب الصوت الشجي، شاعر له العديد من المشاركات في أغراض الشعر المتعددة من خلال الزواميل ومن خلال الخبيتيات، وهو شاعر كما ذكرت في البداية صاحب صوت جميل. ولعلنا نسعد الليلة باستضافتنا للشاعر القدير توفيق البلادي. أبو وليد، نقول لك حياك الله معنا في برنامجك برنامج فن الكسرة ومن خلال شاشتكم، شاشة قناة الساحة. الله يحييك أبو عمار، يا مرحبا، نسعد باستضافتكم لنا في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج الذي ظهر الأضواء وبقوة حقيقة. وأمسي عليك وعلى السادة المشاهدين بالخير في هذا المنبر، وإن شاء الله نقدم ما ينال استحسانكم وبتوفيق الله إن شاء الله. إن شاء الله. أبو وليد، إحنا برضو أنت معروف، ونبغى تعرف المشاهدين كذلك من خلال بطاقة شخصية لأبو وليد. توفيق بن عطية الله البلادي، من مواليد رابغ، وشاعر أهوى الكسرة كثيرا، وأشارك في المناسبات العديدة، وهذه بطاقة الشخصية. لدي من الأبناء 5، الله يحفظهم الله يحفظهم إن شاء الله، الله يحفظهم. وهذه تقريبا البطاقة الشخصية، باقي الأمور لا تسأل عنها. طبعا في نوايا وفي بس عادة، في نوايا طيبة إن شاء الله إن شاء الله. ولكنك كذا أنا ترى مالي شغل. توعدتني أنت قبل الحلقة. أبو وليد، لكن أنت ذكرت في مقدمة البرنامج، لعلنا قلت أنه البرنامج الحمد لله برنامج يعني خدم الكسرة، ولكن أبغى رأيك بكل أمانة عن البرنامج، وليس لأن البرنامج من تقديمي أو، ولكن لعله يعني خدم الموروث، نتمنى يعني. وانت احد الشعراء البارزين، ولعلنا ناخذ شهاده ان كانت طبعا احنا اخفقنا، فهذا لعلكم العذر والسموحه من المشاهد ومن المتذوق ومن الشعراء، وان اصبنا فالحمد لله توفيق من الله وكلها بإرادة الله سبحانه وتعالى. والله الحقيقه وافيني ابو عمار، البرنامج له اصداء حقيقه ايجابيه عجيبه. أنا لمست من كثير من الناس الإطراءات، وسلط الضوء على كثير من الشعراء اللي استجابوا للدعوات. يعني حقيقة برنامج صرنا نعرف شعراء في جميع المناطق، يعني الإنسان ممكن يتواصل مع أي شاعر زميل، يعتبر زميل، عن طريق قناة الساحة. أضف إلى ذلك أنه نسمع أشعار ونسمع طرح جديد، فهذا كل الفضل يعود لله سبحانه وتعالى. ثم البرنامج فن الكسرة من خلال قناة الساحة، نحن نتمنى أن نقدم شيء، ولكن متشوقين لسماع جديد أبو وليد وإطلالاتك الجميلة. الجديد كثير، لكن ندخل في العمق. نعم. الجديد يقول: قلبي عشق له غريب أطباع، وصار يتفنن في تعذيبه. الله. أصبحت أعاني من الأوجاع تصبح في قلبي وتمسيبه. تمسيبه يا سلام. هذا من الجديد، هذه تستاهل ان احد يرفعها. من رفع من اول البرنامج، من اول برنامج. لا لا، جميل شوية. جميله وحلوه. بسم الله. يا دان يا دوان يا دوان يا قلبي عشق لغريب أطباع،
صاري تفنى ووان فتا وعدي بيها أصبحت عواني من الأوجاع أصبح في قلبي يا 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 وتي يا 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 سلام. جميلة والله. الله يستر عليك أبو عمار. أبو وليد، فيه من كسراتك اللي يعني انت دائما ترددها، انا ابغى اسمع كسره دائما ترددها، كسره دائما وهي حاضره معك على طول. يعني في كسره تقول يا اجمل الكون فاحداقي، يا اجمل الكون فاحداقي يا نهر من يطعمه يرويه، الله، يا مسق الود فعماقي من بعد كان الزمن ضامي. الله الله والله جميل. والمعنى في بطن الشعر طبعا. اشك باين انه معنى في بطن الشعر. المعنى في بطن الشعر. اي والله جميله. كسره مغناه لبولي. بحاول اني الخبط اوراقك شويه. جدا. خذ راحتك. اجيب كسره وردها الحين. طيب خلينا نغناها شويه ناخرها شويه. طيب معلش. هذه كسرة أرسلتها للشاعر فيصل رباح الأحمدي، شاعر علم معروف. معروف نعم. وأستفيد أني أنا أراسله. كانت مناسبتها في عيد الأضحى المبارك 1433، فقلت له سلام لو طالت المدة بعد المواصل على الجوال، بعايد اللي معي مده ما ينقص الوزن والمكيال. حقيقة وافي أبو فادي. فكان رده جميل حقيقة، وكان مفردة جميلة. يقول أواصر الود ممتدة إن كان قصر الزمن أو طال، ترحيب يا وافي الردة وكل عام وانت في أحسن حال. الله جميلة والله. حقيقة هذه أعتبرها تاريخ مع شاعر مثل أبو فادي. لا ما شاء الله، هو شاعر كمان مبدع، وكذلك ما شاء الله هو من عائلة شعرية يعني، وسبحان الله. نعم. ترى احنا استضفناه، انت عندك فكرة؟ عندي فكرة. انا متواصل معه على جوال يعني، بحكم انه في ينبع وانا في رابغ، تواصل على الجوال، نتقابل في الافراح بعض الاحيان. بس جميل والله. ايوه طبعا ودنا كمان تسمعنا بالجديد، الجديد اللي الطازة اللي تو نبغى ابو وليد، خاصة عندك اهداف ومشاريع قادمة ان شاء الله. الله يستر الله يستر. يقول بعد التقى طرفي المشغول بل لي شغل خاطري وشقاه، وقفت من دهشتي مذهول وقلت سبحان من سواه. الله جميل. اعتراف بخلق الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. اغير لكم هذه كسره للشاعر مبدع حقيقه، نتمنى استضافته في هذا البرنامج، الشاعر صلاح المطرفي. صلاح بن وارد المطرفي من مكة المكرمة. نعم نعم. الحقيقة أنا للأمانة أكثر من مرة تواصلت مع الشاعر، وشاعر مبدع الشاعر صلاح، ولكن لعل في بعض الظروف عنده ظروف. عنده ظروف، وإحنا وأنا قدرتها له، وأتمنى وما زلنا إحنا تطرقنا لي، أنت قلت نستضيف، ولكن أبواب البرنامج ومفتوحة لكل من يريد أن يشارك، لكل من يريد أبدا. أنا الحمد لله يعني، وأعوذ بالله من كلمة أنا، نتمنى نتشرف، خاصة من الشعراء الكبار يعني لهم حق علينا. نعم. ولكن الظروف بعضهم لعلها حالة دون هذا. نبغى نسمع شيء من يقول شعر صلاح. يقول أبو عادل تعرض القلب لاستعمار، استعمر حي وشقاني، الله، طيفه على البال باستمرار حتى عن النوم يحداني. لا سلام. شيء عجيب. مكوية قوية. تصوير. تصوير عجيب. الله يستر عليه بعد. اي والله. في كسرة له كمان ما دام عرجنا على ابو عادل. نعم. يقول في ليلة العيد دمعي هل والناس بالعيد فرحانة. الله. كله من الناحية المحتلة اللي بها العين شقيان. شقيان. سلام. الله يصح لسانه. مبدع صراحة. أبو وليد، الكسرة وأغراضها نبغاك تشرح للمشاهد الكريم
عن الكسرة وتعرفنا أكثر بالكسرة، أوزانها، ألحانها، فنون الكسرة المتعددة. لعلك وجدنا احنا يعني انك انت مبحر في هذا المجال، ونتمنى انك تفيدنا وتفيد المشاهد بنبذة عن الكسرة. والله هذا سؤال من العيار الثقيل. لا ابدا، وانت يعني فيه منهم اجدر مني بالإجابة، ولكني بجيب حسب نظرتي. نعم، يعني البسيطة. وخليني اجاوب على الكسرة المغناة بحكم انها تختص. نعم. الكسرة المغناة لها تقريبا 5 عناصر أساسية. الصوت، جمالية الصوت. نعم. في الكسرة المغناة هذا رقم واحد. رقم واحد. نعم. اختيار الكسرة المناسبة للحن أول شيء، جمالية الصوت. نعم. بعدين اختيار اللحن المناسب. نعم. اختيار الكسرة لأن المناسبة، لأن كل كسرة يمكن لها لحن. يعني فعلا يعني فيها، أذكر واحد من أصحابي الله يذكره بالخير محمد بن فالح يقول غني يا دان أعطيك الكسرة حقتها. يعني كل شيلة لها الكسرة، لها كلمات تناسبها. بعض المرات أنت تملي على شخص تكون ما يناسبه. فقلنا العنصر الأول جمالية الصوت. نعم. العنصر الثاني اختيار اللحن المناسب. نعم. العنصر الثالث اختيار الكلمات المناسبة. العنصر الرابع الإملاء، طريقة الإملاء من شخص يكون في الجلسة جالس يملي. نعم. بعضهم طريقة إملاءه جميلة، ترتيبه في وقتها يملي، بعضهم تلقاه يسرع في الإملاء أو يتأخر أو يتأخر في الإملاء أو يكون ما هو واضح في الإملاء. لأنه الشاعر المغني مو لازم يغني كسراته هو. نعم. عارف يغني، يأخذ من هنا في الجلسات، يأخذ من هنا في الأفراح في المناسبات يأخذ. النقطة الأخيرة الشاهد. الشاهد هذا ممكن كثير من الناس ما يعرف. الشاهد، الشاهد هو رفع الآه بعد الكسرة اللي هي الونة. نعم. يسمونها الشاهد. متى تجي الشاهد في الكسرة؟ تجي بعد الشطر الثالث وتجي بعد الشطر الرابع. نموذج للشاهد، معلش. طيب مثلا الآن نقول مثلا لو بغني لهذه في ليلة العيد دمعي هل والناس بالعيد فرحانة. نعم. الشطر الثاني والناس بالعيد فرحانة. نعم. والناس بالعيد فرحة ونووووو الموجودين. نعم. هذا شيلة الشاهد. حتى المغني يكون عنده نوع من التحفز وتعطيه يعني قابلية أنه يزيد يغني ويزيد يبدع. أما إذا كان أنت تغني في مجموعة ولا يعني جلسة كبيرة ما حد يشيل الشاهد، لها مردود عكسي على المغني، لها مردود عكسي. فهو هنا الشاهد تكون في الثالث وتكون في الرابع. نعم. هذه النقطة الخامسة. جميل. أيوة. طبعا ولكن الألحان في الكسرة ألحان كثيرة، زي ما نسمع أنه في الحدري والفرعي واليتيم، عرفت، فيها الودياني تقريبا في لحن زي كذا، كثير من الألحان. لكنه يعني شخص واحد يلم فيها كلها أتوقع أنه ما تلاقي. يا سلام، جميل. أيوة. نبغى نسمع نموذج من هذه الألحان، ولكن بعد الفاصل. فاصل مشاهدي الأعزاء، ثم نواصل مع ضيفنا الشاعر القدير توفيق البلادي. لحظات ثم نعود إليكم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأحبة، ويسرنا أن نواصل هذا اللقاء الشيق مع أبو وليد، ونقول له حياك الله أبو وليد معنا. الله حيك أبو عمار، يا مرحبا. يا مرحبا أبو وليد. توقفنا قبل الفاصل وكنا نبغى نواصل في أحد الألحان الجميلة التي ذكرتها لنا، وقلت أنها 5 ألحان للكسرة، جمالها في أدائها وفي غنائها وأشياء عديدة ذكرتها. نبغى نسمع منك أبو وليد اللي أنت تشوفه مناسب. طيب، أتمنى أنه اللحن يساعدنا. كسرة يقول: عهدي بصوته نهار العيد يوم اتصل بي وعايدني، ليت اتصاله علي يعيد ويزين حالي ويسعدني. بكسرة بشيلها بلحن، يعني إذا مشى معايا في لحن على الطويل كذا. وأهدي بصوته نهار العيد يا
واتصل بي يا يا وعوا وا يا دنيا يا 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 لا يا اتصاله علي يا 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 دا ويا يا 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 يزين حالي يا يا ويسعدني يا 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 توني في الاخير ميلت على لحن ثاني بس هذا لحن من ضمن الالحان. جميل جميل والله جميل. بوليد لك في الانشاد انت برضك ما شاء الله يعني منشد ولكنك اظنك انك ما تبغى البروز ولا تبغى الاعلام وما ادري ايش اللي فيه اشياء لك او قصائد، هل جربت الانشاد خاصه ما يطلق عليه الاسلامي؟ ولو انه انا سمعت من احد المشايخ انه لا يجوز انك تقول منشد اسلامي او لان الاسلام ليس له منشد، ولكن نقول ملحن باي حال يعني يتكلم عن نموذج من 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 نعم نعم. احنا نقدر نقول مثلا من الشعر الحسن، نعم ينشد في الشعر الحسن يعني الشعر عشان الحسن. ما ياخذ ماثم على كذا ولا نعم. ياخذ عليه ما اخذه. والله الحقيقه تجربه انا اتمنى ان يخوضها التجربه هذه، ولكنها تجربه محتاجه زي ما تقول امكانيات من ناحيه الصوتيات، من ناحيه التسجيل، ناحيه الكلمات، كلمات حتى لو الانسان بيقول كلمات لكن كل ما اخذ من شعراء اكبر منه واحسن منه كل ما زادت جماليات الانشاد، كل ما زادت جماليات الانشاد. وانا في 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 صدد ان شاء الله، في صدد انه نقبل على هذه الخطوه. جميل حقيقي يعني ان شاء الله في مشروع قادم بحول الله. بحول الله نتمنى احنا يعني نبحث عن الاجود والافضل عشان نعم. الواحد يقدر. ما شاء الله السنه دي ديرتكم رابغ والمناطق ما شاء الله معظم المناطق في المملكة وفي العالم العربي الكبير ما شاء الله أمطار وخير من الله وربيع، وهذه أظن الأجواء جميلة شاعرية يعني أكيد موهبة الشاعر تنميها أو بل قريحة الشاعر تثيرها حتى يخرج بقصائد توافقنا الرأي أو تقول أنه ممكن أنه الأماكن على البحر وإلى آخره. والله الحقيقة جانا خير من الله وأمطار متكررة والحمد لله على مدينة رابغ، والأجواء إن شاء الله أسبوع إلى أسبوعين تكون ربيعية، يطلع الربيع وتطلع وتزين الطلعات والكشتات وتجود القريحة. أكيد أي شاعر إذا طلع في الربيع وسجل خطف في الربيع والجبال ولا اكيد اكيد يعني تثيره نتمناها نتمناها امنيه حقيقه هذه الايام. والحمد لله ان شاء الله ما بقى لها الا اسبوع او اسبوعين وتزين، ونتمنى زيارتكم حقيقه كبرنامج يعني يصور في الربيع حاجه طيبه حقيقه. والله احنا يسعدنا ذلك ويشرفنا حقيقه. ابو وليد نبغى نسمع من كسرات بالاحرى لشعراء اخرين. شعراء آخرين يعني حقيقة عندنا شعراء أعلام في رابغ، نعم أعلام يعني شعراء، فمحضر بعض الكسرات لهم. في شاعر اسمه أحمد بن حمدي الحازمي الله يرحمه، شاعر مبدع حقيقة، يقول برمجت فن الهوى حتى لما تبرمج طلع آهات، من لا تلف عاش في شتى واللي كسبته في اللذات. الله كسرة جميلة حقيقة عليه رحمة الله. شاعر إبراهيم بن عاقل شاعر علم عليه رحمة الله له كسرة جميلة، يقول قال الذي في العواصف مر وأكثر محيط الخطر زله، يا هل ترى خطة تظفر ولا يضيع التعب كله. ربي لا يضيع لنا التعب. نعم نعم هذه كسرة جميلة والله. في كسرة أيضا للشاعر إبراهيم الحميدي شعراء قرية حجر، نعم يقول عذبت قلبي على فرقاك لكن الأيام خوانة، كذاب يقول لو قلت لك بنساك مثلك ترى صعب نسيانه. نسيانه والله جميلة جميلة جميلة، وشاعر مبدع حقيقة. هذه نبغى نسمعها وبشيلها والله ممكن تستاهل وهو يستاهل حقيقة. لا أبغى تشيلها معلش. آه
تعبت قلبي يا 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 على وفرق وك لا وكن لي وام علي وام خوان وهم لو قلت لا وهواك بنسى وهواك مثلك ترى وصعب نسياني. هذا لحن آخر أنا غنيت لكم عليه. يا سلام، لحن آخر. نعم والله لحن جميل كمان، وخدمت دائما الكلمات تخدم. نعم تخدم، واللحن كذلك ما شاء الله. وانت صوتك ما شاء الله، الله يستر عليك، صوتك جميل. كسرة ومناسبتها وليد، نبغى نسمعك شيء. والله في كسرة لها مناسبة، بس ما رحنا نسلط الضوء على المناسبة بالكل، ولكنها في أحد الرحلات الجوية مع الشاعر صلاح المطرفي، كنا في الطيارة، ففجأة لقيت عنده كاسة شاي. نعم. وأنا ما عندي شاي. فجادت القريحة بممازحة. وأنتوا في الجو. إيه احنا في الجو مسافرين. أقول من يخبر الآمر الناهي؟ كابتن الطيارة. نعم. من يخبر الآمر الناهي اللي بحل الأمر ملزوم؟ الواسطة جابت الشاي واللي بلا واسطة محروم. السلام. إيه. أكيد رد عليك. رد عليه رد والله جميل حقيقة. يقول أنا بشرواك متباهي. نعم. قصر مدى مبعدات الزوم. الله. الخير في المركبة راي كل يجي رزقه المقسوم. اي والله. نعم كل يجي رزقه المقسوم. نعم السلام. والله صح لسانك وصح لسانك، صحة ابدانك. الشهر صلاح المطرفي اللي نمسي عليه من خلال هذا البرنامج. اي والله الله يمسيه بالخير. اي والله. طبعا في مشاركات عديده لك في الزوميل، نبغى نسمع زماله، نبغى نسمع لحن. والخبيتي مطلوبة يا أبو وليد، سمعنا خبيتية كذا. والله أنا سبق وعطيتكم رأي في الخبيتي. خبيتي بدون القدر ما يركب إلا ثلاث. إي نعم. خبيتي له مراكب. نعم. كذا لازم يركب عليها. لا بدون مراكب، نبغى نسمع بمركبة واحدة اللي هي الصوت الجميل وصوتك الشيء. إيش نقول يا أبو عمار؟ خبيتي والله ما سؤاله. ليح يومه يا خلاص هذا انت خدمتني فيه. الله يجزاك خير والله انك خدمتني فيه. اي والله اطلع لا نغني، ندور لكم كسره كذا مغناه بلحن اخر. ايش رايك ابو عمار؟ طيب يعني ما خبيتي ما فيه. اي والله يعني اقول لك انا يبغى له. طيب جميل. هذه كسره وردها كمان بيني وبين شاعر حقيقه ناشئ، شاعر شباب لكن كلامه جميل وذهب. شاعر عبد المجيد الحذيفي كان في شهر العسل الشهر اللي فات، كان في تركيا وأرسل لي كسرة. يقول من تركيا خص يا توفيق أغلى سلام وتحياتي، مرسول مع دافع التشويق وترجمه لك في أبياتي. قلت له ترحيب بالطيبين لي، قال لي لهم ود في ذاتي، في تركيا جود التوثيق وارسل لنا في سجلاتي. قال دام البقى وزهل التنسيق برسل لكم كل لقطاتي، من شانها من شافها ما يعرف الضيق يأكد بعدها الحجوزاتي. الله. قلت الله يوفقك بالتوفيق من عند رب السماوات، وننتظر لقطة التعليق اللي تغير حسابات. إذا جاتنا اللقطات والصور اللي تحرك الواحد يمكن ممكن تهيض يمشي. اي والله اي والله حقيقة. الله المستعان. كمان الكسرة في رابغ ماذا تعني؟ الكسرة في رابغ متنفس حقيقة، متنفس أي شاعر، لأنها دارجة ولها جمهور. نعم. لها جمهور وتنتشر من بين الناس بسرعة من محبتهم للكسرة. نعم. يعني خصوصا الجيد من الكسرة. نعم. أضف إلى ذلك انتشارها في المنتديات وانتشارها. الكسرة موجودة في أفراح رابغ، موجودة في طلعات شباب رابغ، موجودة في المناسبة، موجودة في كل شاردة وواردة. نعم يعني موجودة الكسرة. يعني الكسرة نقدر نقول عليها انها
يعني انا اعرف ما شاء الله اهرابه معظمهم شبابهم دائما اللي ما يكتب كسره متذوق للكسره، تلقى تجي جنبه موبايلي فيه الكسره يكتب لك يراسل لك على ايميل على على. ولكن بالمناسبه وذكرنا الشبكه العنكبوتيه النت وتويتر والصرخه الاعلاميه الحديثه الهائله، ماذا قدمت للشعر بصفة عامة؟ والله قدمت المفيد وقدمت الرديء زي ما تقول، فيه إيجابيات وفيه سلبيات للموضوع هذا. فيه إيجابيات سرعة التواصل، نعم، وسهولة التواصل يعني بين الأقطار، نقدر نقول من قطر إلى قطر، من الشرقية إلى الغربية، من الشمالية إلى الجنوبية، نعم، في سرعة تواصل وفيها تواصل سهل ممتنع، نعم. ساعدت وساهمت في رفع معنويات الشعراء للجودب الجديد. جميل. جودب الجديد يعني تلقى فيه جديد وفيه في مكسب يعني من الموروث، في انتاج اسبوعي انتاج يومي. اضف الى ذلك انها يعني يطلع عليها الكبير والصغير، يطلع عليها المبتدي والمتقدم في الشعر. ف يعني فعلا مواكبة العصر مطلوبة في الشيء هذا. جميل. ولكن يعني بصفة عامة نقول الموضوع إيجابي إن شاء الله. يخدم. إيجابي إيجابي إيجابي. السلبي في بعض الأمور سلبية ولكنها لا تذكر مع الإيجابيات. يعني. جميل. نبغى ما إحنا سألناك في أول اللقاء قلنا لك كسر مغنى وأنت حبيت تأجلها، ليش؟ أنت ما تنسى الله يهديك أبو عمار. ندور لك كسر مغنى. يقول كنت انتظر لحظة تلقاها أصف الأيام بالساعات، الله، ولما دنا الوقت ولياها تناست الموعد اللي فات. يا رب. جميل هذه، نكران الجميل والله مرة. تقعد تحسب 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 وغيرك ناسي ناسي يتعدى الموعد وتحسب من جديد من جديد للموعد. ما هو معقول، هي مجرد خاطرة ترى. جميلة. لا خاطرة جميلة وخاطرة. لا تمسك علي، ترى خاطرة قدام المشاهدين، ترى خاطرة خاطرة ولكن خواطر جميلة لعل الكل عايش معنا. اي نعم. نشيل لكم شيلة هذه جدا. يا دان يا داني يا دان يا دان يا دان كنت انتظر لحظة تلقاها وصف الأيام الأيام بالسعوات، ولما دنا الوقت ولياها تناست الموعد واللي فوات. الله يصح لسانك. ابدا كبام الله. الكسره ماذا تعني لابو وليد؟ والله الكسره هي المهرب بعد الله سبحانه وتعالى، الانسان يهرب في زاويه نعم ليجد نفسه امام الكسره. يعني كذا يرفع عن نفسه من خلال يعني لعلها ممكن. انا استضفت احد الشعراء وسابق وذكر انها متنفس فعلا، يعني لي انك انت يعني مثلا عندك معاناه تقدر من خلالها تعبر عن مشاعرك في كسره ترسلها صديق او العزيز عليك. الكسره متنفس وشحنه كهربائيه، واظن سبق ان ذكرتها، شحنه كهربائيه في الشخص. اذا خرجت الكسره فرغ الشحنه الكهربائيه. نعم يعني هذا وصف خاص فيني انا يعني. نعم خاص في انا. بس انهم يعني تقريبا هذا تعريف يعني نعم مقبول هذا يعني هذا تعريف مقبول. اضف الى ذلك انه الكسره ممكن تستخدمها في اي موقف، في زياره صديق، في زياره مستشفى، في ان شاء الله شخص
مر ما سلم عليك، ممكن تعاتبه، ممكن ترسل شخص مسافر، ممكن في كل المواقف الكسرة تدخل. ليه؟ لأنها بسيطة وسلسة. أجمل كسرة سمعها أبوي؟ أجمل كسرة سمعتها، والله السؤال ذا يبغى له نعصر المخ شوية. خذ راحتك. أجمل كسرة سمعتها، والله كثير الكسرات اللي سمعت كثير، كان ودي إني أجيب لكم الأجود. أنت لا تذكرت شاعر، ممكن أنك مبدع تتذكر شيء من كسراته أو ممكن، والله ممكن. طيب أجمل كسرة لك أنت؟ أجمل كسرة لي قديمة، كسرة يعني كنت بإشادة يعني الكثير من الشعراء. في كسرة هي لها موقف، يقول قلبي يعشق حي زاهدني، ويقول كرهي عليه يزيد، لكن مع العيد عايدني، يا ليت كل الليالي عيد. والله هذه كسرة، هذه جميلة دي والله. أيوه. هذه والله تنفع شيء لدي والله، ما أظن ما تنفع. ما تنفع. لا ما أقول لك، في من هنا موجود من نعرج على كسرة، يقول للآن من صدمتي محتار، ودمعي ذرفته بدون شعور، لأجل الذي في فؤاده دار عكس الذي في الفؤاد يدور. الله يا سلام، جميلة. أيوه. هذه طازة إن شاء الله. هذه قريبة. نعم جميلة والله. أيوه. يقول الآن من صدمتي محتار، دمعي ذرفته بدون شعور، أجل الذي في فؤاده دار عكس الذي في الفؤاد يدور. ولو توافقت الأمان والرؤى والاتجاهات كان أحسن. نعم، ولكن عكس الذي في فؤاده دار عكس الذي في الفؤاد يدور. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. نعم. هذا غريب. كسرت من أبو وليد أنها تقول يعني، خلينا أنت تخرج من أجمل كسرة. والله يا أبو عمار، أنا الحفظ عندي يعني أعاني من الحفظ صراحة، ما أحفظ، ولكن الله. طيب عشان ما نخرج من سمعنا كسرة باختيارك انت. اختياري من المكتوب؟ من المكتوب. من المكتوب ما مشكله، من المكتوب، بس اهم شيء الحفظ ما في. كسرة للشاعر عبد المجيد الحذيفي. يقول بعض الغلاء شيء رباني، مزروع في القلب لو ما سقيه، وبعض الغلا سقيه بلعاني، والقلب يرفض طلوعه فيه. طلوعه فيه، يا سلام. هذه كسرة جميلة للشاب عبد المجيد. كسرة نختم فيها، الوقت دهمنا والله انه مر بسرعة معك. نختم بالكسرة يقول فيها، إذا ممكن تشيلها شيلها، ممكن نشيلها ولا ها؟ شيلها أجل. بلعا وامس كانت رجاني، وانا معزم الفرقه، اليوم هي مصدر واحزاني، راحت روحي يتمنى، صح لسانك والله ابو وليد، صح بدنك يا ابو عمار، راحت روحي اتمناها. اتمنى راحت الدقائق مع ابو وليد سريعا. الله. وكلمه اخيره في نهايه هذا اللقاء ابو وليد. كلمه اخيره، اشكركم جزيل الشكر على استضافتي، كما يعني لا يفوتني ان أدعو شعراء الكسرة الاستجابة لنداءات هذا البرنامج الذي حقيقة يخدم الموروث الشعبي ويوثق الموروث الشعبي من 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 الجهة التقنية، حتى لا يندثر ولا يضيع مع دراج الرياح. وهذه آخر ما أقول، والحمد لله رب العالمين. إحنا نتمنى لك التوفيق، ونقول لك نراك إن شاء الله وفي تقدم آخر، ونشكرك على هذه الدقائق التي أسعدتنا بها. نتمناك التوفيق أبو وليد. الله يرضى عليك. والشكر موصول لكم مشاهدي الأحبة. نتمنى أن نلتقي في حلقات أخرى قادمة. هذا دخيل الأحمدي يحييكم. السلام عليكم و
ورحمة الله وبركاته.